الصورة واضحة، في علاقة بالبطاقة ثلاثة. شو نقول لك، فما مترشح عنده في مفاجأة من مفاجآت السباق الرئاسي، عنده تزكية برلمانية. يعني هذا البرلمان نيابية وبرلمانية، يعني هذا البرلمان برلمان 25 جويلية زكى المرشح منذر الزنيدي. يعني أكثر من جدية هذه، يعني نقول لك أنه يكون فما في برلمان اللي هو يمثل أول مؤسسة من بفقة عند دستور 2022، من داخل هذا البرلمان هناك من زكى المرشح منذر الزنيدي، في مجلس الجهات والأقاليم هناك من زكى منذر الزنيدي. علما أنا نحكي لك عن المعطيات. حسب سيد منذر الزنيدي فإنه كل الوثائق التي طلبت منه تم توفير، فما ما قدم إلينا في علاقة بإشكال التسكية بطاقة الثلاثة. اش قالوا لنا؟ قالوا لنا راهو اللي ما نجموش يرويحهم في التسكيات الشعبيه يتعللون بالبطاقه ثلاثه، وهذا كنت تحكي فيه انت، وقد يتعلق الامر ببعض المترشحين. عطيتك انا عطيتك انا في علاقه بالسيد منذر الزنيدي، فانه فما تسكيات شعبيه وفما تسكيات برلمانيه. تعرف شنية الجداره؟ جداره يتنافسوا معاك الناس الكل وتربح، يتنافسوا معاك الناس الكل وتربحهم وتجيلون، مش مبره. ما فماش معنى جداره اني انا نقول ليه ونكون هكا في الاجيال.